السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بألف خير. كما كتشوفوا هنا الكوزينه ديال طبعا ديال الكراء. شوفوا حالتها كي كانت وكيفاش غادي نردها ان شاء الله. مهم هنا بديت اول حاجه صبغت داك الروبيني، من بعد لصقت ورقه ديال الحائط وستفت بتويشيات عندي في الدار، يعني ما اضطريتش اني نمشي نزيد بزاف الحوايج باش ترجع الكوزينه منظمه. يعني اللي بغيت نقول لكم تقدروا تنظموا كوزينتكم بداك الشيء اللي عندكم. خليكم معايا في هذا الفيديو، الا عجبكم ديروا جيم. ديك العبار ديال الحيط لقيت باللي هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه طلع ديال تما الطول ديال كتجي غير هذا الشكل. تنحيدو غير هاد الخاط ديالها باش تبان لصقه. كتجي الشكل ديالها يلا. مهم البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال ماما الترقيع اللي درت. ترقعني ديال بصح ماشي مشكل. مهم البنات، خليكم معايا المرحلة الثانية، ندوز لهاد الخير. ندير لهم هاد الكونتر بلاك لهاد البلاصة باش ما يطيحوش في هاد الكيسان. شوفوا معايا كيفاش غادي ندير. غنستخدم هاد بابي بعد انتهاء من تلصيق الغلاف، يعني الورق الغلاف الورق الغلاف ديال الدفاتر ماشي مشكل. الورق غادي دابا نحطو بالنسبه للدواء ديال القرعه ديال العطريه والسكر والكوفي. شحال هادي ما استعملتهم، يعني قلت علاش لا، بلا ما نبقى نشري ونخسر في الفلوس غادي نستعمل داكشي اللي عندي نيت في الدار وجاينيت مع الديكور يعني بيض. وقلت نقيهم اليوم حيت تصدروا. شحال هادي ما تستعملوا، نقيهم نفتحهم كامل ونعاود نقادهم. وطبعا المساند الرسمي بيكربونات الصوديوم والخل، هادو هما المساندين الرسميين ديال الصدر. وعفاكم ما تبقاوش تخلطوا جافيل مع الخل، هذه تحذير، ما تبقاوش ديروها، ما تبقاوش تخاطروا بشي حاجه ما عارفينهاش. من المستحسن يعني من الاحسن تبقاو ديروا غير بيكربونات الصوديوم اي الخل. راه الخل نتقاد ليا حيت كنستعملو بزاف.